هات لي ال 7 على 20 كده، شريحه 7. انا هبدأ كلامي من هنا، وطبعا هيبقى كلام للدكتور عمرو وليك ولينا كلنا. احنا قصدت انا ان احنا نحط يعني الشريحة دي بالذات عشان نقول الفكرة كلها من اللي احنا موجودين فيه النهاردة ده بتعتمد على كتير من اللي موجود دلوقتي قدامنا هنا. احنا لنا موقع كويس قوي، والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه، لان احنا بالفعل بدأنا من قبل مننا، احنا قبل مني يعني، وقبل والسنين الطويلة فاتت في موضوع الكابلات البحرية اللي موجودة قدام حضراتكم دي، واللي بتعدي 90% من، مش كده يا دكتور عمرو؟ 90% من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا. تمام يا فندم، 90%. طيب، وبالتالي لما نيجي نتكلم على ان احنا يعني بنعتبر نقطة او محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب، ده موقعنا اللي اتحولنا، وايضا اللي سبقونا عملوا اجراءات كتيرة جدا في هذا المجال. طب احنا، انا جبت النقطة دي ليه؟ لان احنا كنا بد كدولة نجهز بنية اساسية متكاملة لبقية الموضوع. يعني انا هحاول اقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمرو، انا بكلم الناس المصريين. لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتوا شايفينه النهاردة ده نفتتحه، ارقام كبيرة قوي، ارقام كبيرة قوي. بنتكلم مش مليارات الجنيهات، احنا بنتكلم في مليارات الدولارات، مش كده؟ صح. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده، يقول لك يعني صرفتوا ده كله عشان ايه؟ طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غاليه علينا بنستفاد ايه؟ بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعه في كل المجالات، وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها. وخليني اقول لكم باختصار شديد للناس اللي هي البساط اللي بتسمعني، احنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا هنا قالوا ان في استضافة للبيانات، ممكن نستضيف بيانات دلوقتي. لا، احنا دلوقتي كان قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة بره، مش كده يا دكتور عمرو؟ طيب، احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجودة بره دي يعني ده نظام موجود في الدنيا يعني، بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة المالية اللي بتتحط. ده كلام بسيط اللي انا بقوله، كلام بسيط. احنا بدأنا بفكرة ان احنا ناخد الريادة في مجال البيانات والتطور ده في 2018، واحنا بنعمل العاصمة قلنا لابد ان احنا، ودكتور عمرو قال كده في اثناء محاضرته، وقال ان احنا كان كل وزارة عاملة نظام خاص بيها، يعني عندها سيرفراتها في قاعة موجودة في مبنى الوزارة، ومتقدم أو مش متقدم، مؤمن ولا مش مؤمن، يقدر يتفاعل مع بقية الوزارات ولا لأ، كل الكلام ده ما كانش موجود. فلما جينا عملنا الانتقال عشان الناس تفهم إن إحنا عملية إنشاء حكومة في مكان جديد ما كانتش عبارة عن مباني احنا بنبنيها عشان يبقى شكلها كويس، لا، احنا بنتكلم على ان احنا عملنا كل المعايير المطلوبة لان الحكومة دي تبقى حكومة متقدمة طبقا لمعايير التقدم اللي موجودة في العالم.